كاين شغن نقول لك راه الشعب كله عارف بانه والعالم عارف بانه عندنا احسن رئيس حكومه. وانا نقول لك علاش السيد رئيس الحكومه، رئيس الحكومه الوحيد اللي نهار فاتح ماي كيخرج مع النقابه ديالو وكيلبس الفيسته ديال النقابه ديالو وكيغوت وكيقول لهم هذا منكر، الشعب راه ضايع، الخدامه راه ضايعين، والحلق ديالو كيخرج ولا غدا كيجلس في الميرو كيقول لهم والله لا زدتكم شي ريال. هذا هو رئيس الحكومه ديالنا السي العثماني. وعلاش غادي نديروا هذا الاضراب؟ ها هما عطاونا الاضراب ديال الشهر. ها هو دابا شهر رمضان، ها هو كله اضرابات الحمد لله. كله احنا سادين. احنا اليوم كنتفاجئوا بهذا القرار اللي خداه السيد رئيس الحكومه، اللي يمكننا نقولوا له رئيس الحكومه الفاشل والحكومه الفاشله. لحقاش حنا دابا كنقولوا لهذا السيد رئيس الحكومه، حنا من نهار اللي بدا الحجر الصحي وحنا سادين. يعني كتشوف لنا بانه رحنا حالين القهاوي، ولكن رحنا ما كنأديوش، رحنا لحد الان مازال ما خلصناش حتى داك الشيء اللي كان قديم، لا دو لا لا سينيسيس لا ضريبه ديال لا تيراس لا ضريبه ديال الباش، رحنا لحد الان في هذه الساعه ديال رمضان المبارك مازال ما خلصناش داك الشيء اللي كان قديم. لهذا كنقولوا للسيد رئيس الحكومه راك كدير شي قرارات خاطئه. حنا بالنسبة لنا غتسدنا، حنا كنا كنتظروا منك بأنه هذه 4 شهور ولا 5 شهور، وحنا كنقولوا بأنه أنت داير الوقت هو 8 ديال الليل، 8 ديال الليل واش كورونا كتخرج في 8 وقسمين، كنا كنطالبوك باش ديرها لنا غير 10 ديال الليل، لحقاش كتعرف السيد رئيس الحكومة بأنه الكليان كيجي حتى 6 حتى 6 سونس، ملي كيجي في 6 سونس على ما كيحط يشرب قهوة وعاد كيهضر مع صاحبه كتكون 8 ضربات، كنقول له نوض أسيدي خصك تمشي بحالتك باش ما يوقعناش الاصطدام مع السلطة، لحقاش حنا كنبقى خصنا نبقاو علاقة طيبة مع السلطة ومع السيد القايد ومع السيد الباشا ومع الإخوان. السيد رئيس الحكومة راه حنا مضرين، لا حنا ولا الخدامة ديالنا ولا العائلات ديالنا. واش كتشوف بانه دابا بهذا القرار ديالك اللي قلتي لنا بانه غادي نسدو في شهر رمضان، هاد الخدامه شنو غادي يديروا؟ وهاد الخدامه شنو غياكلوا؟ وهاد الخدامه شنو غادي يشربوا؟ حنا بالنسبه لنا ما كانش عندنا المدخول، كنا غاديين معاهم كنقولوا خليوا الامور تمشي عاديه مع الخدامه، الا تخلصوا الخدامه هذاك هو الربح، هذاك هو راس المال. ولكن دابا جيتي لنا تنبقات 4 ايام من رمضان، وانت كتعرف السيد رئيس الحكومه بانه هذا رمضان كيبغي مصاريف كثيره. وهاد الخدامه مسكين لا حول ولا هم ولا قوه، يعني واحد الشريحه ديال الناس، واحد الناس ضعفاء اللي خدامين في هاد الناس ديال في هاد القهاوي، والقهاوي كتوظف واحد شنو نقول لك، واحد الناس كثارين ديال البيوت اللي حالين هاد اصحاب المقاهي. يعني دابا في هاد الساعه هادي شنو اللي غيمكن لك نقولوا لهاد الناس؟ سيروا بحالاتكم نهار الاول في الشهر، راه خصكم نهار الاول ديال رمضان راه خصكم تمشيو بحالاتكم. زعما شنو غياكلوا؟ شنو غيشربوا؟ وفي هذا الوقت هذا الراهن بانه خصك تعرف السيد رئيس الحكومه بانه الناس راه ما لقاش ما تشرب، راه الناس ما لقات ما تاكل، راه الناس في الحضيض، الناس راه وصلت للحضيض، راه ربي اللي عالم عليهم. وانت ولكن انت بالنسبه ليك يعني عندك المدخول مزيان ومريح والله يزيدك من خيره. يعني احنا ما كان زعما ما غنقولوكش شي حاجه اللي ماشي هذيك، الله يزيدك من خيره. ولكن هاد الناس وهاد الشعب اللي خدامين في القهاوي وما كيلقاو ما ياكلوا وما يشربوا، جبتيهم حتى لهاد المناسبه ديال رمضان وجيتي وتكرفستي عليهم. يعني الطوبيسات غادي يبقاو حالين، المارشيات غادي يبقاو حالين، وكل شيء غادي يبقى حال الا القهاوي والمطاعم هما اللي الناس كيجلسوا فيهم وكيكون فيهم كورونا. اللهم هذا منكر السيد رئيس الحكومه. حتى داك صلاه التراويح اللي كنا نقولوا يا ربي تعطينا داك الساعة نصليوها حتى هي حيدتيها في العهد ديالكم السي رئيس الحكومة، ما كان ما شنا حمام، ما مشينا العمرة، ما مشينا للحج، ما مشينا للعراسات، ما مشينا للكنيس، هذوك كلهم الله يجازيكم بخير كلهم خدمتوا فيهم ناس طيبين. يعني ملي قرب دابا رمضان يعني يا سيدي كورونا راه كاينة، واش كورونا على القهاوي؟ واش كورونا على المطاعم؟ شنو غدير مع هاد الناس هادو اللي غادي يمشيو بحالتهم دابا في رمضان؟ انا من اليوم كنقول لك راني سديت القهوي ديالي، سديت انا ساليت. وغتقول لنا بانه الناس اللي عندهم لا سينيسيس بانه حنا غادي نعوضوهم، وراه الثلثين في المغرب ما عندهمش لا سينيسيس. شعب كثير السيد رئيس الحكومه ما عندوش لا سينيسيس، ما كيعرفوش حتى سميت لا سينيسيس شنو هي.
لحقاش لا سينيسيس دايره واحد الثمن خيالي والناس ما كيقدوش عليها. واش هاد الناس غادي ياكلوا هادو لا سينيسيس غتصيفطهم، ولكن هادو الناس الكبار اللي عندهم القهوي اوباها وكذا غادي يتخلصوا بلا سينيسيس. ايوا هاد الناس اللي عندنا، انا بالنسبه للمليون كنقول لك راني هاد القهوه ديالي سديت وما بقاش ندير القهوه، ساليت وهاد الخدامه انا خرجتهم خدمهم انت. يعني تنقول لك السيد رئيس الحكومه الله يهديك يعني، ولكن اش غنقول لك، راه الشعب كله عارف بانه والعالم عارف بانه عندنا احسن رئيس حكومه. وانا نقول لك علاش السيد رئيس الحكومه، رئيس الحكومه الوحيد اللي نهار فاتح ماي كيخرج مع النقابه ديالو وكيلبس الفيستا ديال النقابه ديالو وكيغوت وكيقول لهم هذا منكر، الشعب راه ضايع، الخدامه راه ضايعين، والحق ديالو كيخرج، ولا غدا كيجلس في الميرو كيقول لهم والله لا زدتكم شي ريال. هذا هو رئيس الحكومه ديالنا السي العثماني. وحنا بالنسبه لينا حنا رحنا ما يمكنناش نزيدوا في هذا الشيء، لحقاش هذا الشيء ولا العابات قرارات عشوائيه، يعني ما يمكنناش نزيدوا في هذا الشيء. الذنوب ديال هذه الخدامه والذنوب ديال هادو على رقبتك، واش حنا مازال ما خلصنا لا ضرائب لا ظلام لا سينيسيس لا حتى شي حاجه، وتجي دابا عاوتاني تقول لنا سدوا سدوا، حنا غنسدوا وغنخرجوا ذاك الخدامه وانت تكلف بهم. حنا بالنسبه للاضراب اللي علنت عليه شي جمعيه، حنا ما تواصلوش معنا وما هضروش معنا. وهذا بالنسبه لهذا الاضراب، هذا الاضراب خطأ. انا نقول لك علاش خاطئ، لحقاش حنا بالنسبه لنا هاد الناس اللي قرينا لا فيش ديالهم وكيقولوا بانه اضراب وطني عام، يعني ما كانوش كيقصدوا الناس ديال القهاوي والناس ديال المطاعم، مشاو هما لواحد ديال غتكون اضراب عام، يعني كلشي خصو يسد، يعني ما بقاش الاختصاص ديالهم المقاهي والمطاعم، ولا اختصاص ديالهم بزاف ديال الحوايج مول الشفنج مول المحلابه مول الكراسة مول هذا ولا هذا، يعني ما بقاتش غاديه نيشان، يعني خرجت على السياق ديالها. يعني تحداوهم النقابات تحداو كلشي، حنا ما كنقولوش حنا ما غنديروش اضراب، حنا اللي غيجي الوقت ديال الاضراب راه خصنا نتفقوا كاملين ونديروا اضراب. ولكن مني هذه غادي دير لي بانه انت كتهضر على المقاهي والمطاعم ومشيتي كاع انت المغرب كامل خصنا نسدوه باش نلبيو طلباتنا، حنا ما متفقينش وما يمكنناش نديروا الاضراب وما حنا غنحلوا، ولاش غادي نديروا هذا الاضراب؟ ها هما عطاونا الاضراب ديال الشهر، ها هو دابا شهر رمضان، ها هو كله اضرابات الحمد لله، كله احنا سادين. بالنسبه للاضراب حنا بالنسبه لنا كنقول الاخوان كل شيء خصو يكون حال، لحقاش راه بقاتنا 4 ايام ولا 5 ايام وغنسدوه. اضراب غتسدو نهار، هو راه هو هذا رئيس الحكومه الفاشل، هو علن عليها قبل بخمس ايام قال لك انا غنسد لكم، لحقاش كيخرج بشي قرارات كتدمر المغرب كامل وكتدمر يعني الشغيله وكتدمر الساكنه وتدمر المغرب كامل. يعني ما بقاو الناس، هذا السيد رئيس الحكومه ما عرفناش واش ما تيعرفش بانه الناس راه واقفه لها المشاريع ديالها، الناس راه دارت فايض، شحال من واحد عنده الشاكاز دخل الحبس، شحال من واحد الطاشرونا سالاو داروا فايض. يعني هذا رئيس الحكومه واش ما كيبلغولوش بانه الشعب راه وصل للحضيض، الناس راه ما لقاوش باش ياكلوا، وهو السيد رئيس الحكومه ما داياش في هذا الشيء وجالس في الدار وكيخرج قرارات عشوائيه. وحنا كما كتعرف السيد رئيس الحكومه بانه سيدنا الله ينصره صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره لنا ويحفظه تيشجع المقاولات الصغرى، ولكن في العهد ديالكم راه الناس مشات للحبس والناس دارت فايض، راه ما بقات لا مقاولات الصغرى، سيدنا كيشجع وانت كتهدم، ما فهمناش هذا الشيء.